في واقعة علاقة عبد الناصر بجماعة الإخوان، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في بداية المسلسل في الحلقات الأولى من المسلسل. إلى أي شيء انحاز الأستاذ وحيد حامد رغم أن وجود يعني اختلافات واسعة؟ يعني عندنا عبد الناصر نفسه نفى أنه هو كان عضو في جماعة الإخوان في عدد من الحوارات، ناس كتيرة نفت علاقة. نتكلم بقى بصدق في المسألة دي بالذات. أنا انحست للحقيقة. طب ما هي الحقيقة؟ الحقيقة من أين أتيت بالحقيقة؟ الحقيقة اللي أنا مصر عليها وغيري، وبتاع إن جمال عبد الناصر حصل، وهنتكلم لازم نشرح المسألة دي شرح وافي. إحنا مش بلاش شهادة الشهود، بلاش شهادة الشهود، لأني كل ما نذكر شاهد معين يتم الطعن فيه، وبيتم الطعن فيه بطريقة. احنا عايزين شهادة عبد الناصر. عبد الناصر نفسه نفى ذلك في سنة. لا انا هقول لك نفي عبد الناصر شكله ايه. احنا قلنا ايه القراءة الدقيقة للامور. نعم. نفى سنة كام؟ سنة بالظبط سنة كام؟ 1965 في حديث مع صحيفة في حوار، وقال انا ما كنتش مع الاخوان. قال لي ليه تفسير في هذه الجملة بالذات وهي في صالح عبد الناصر؟ في ناس بتذكرها عمدا عشان خاطر لا قدر الله اطلع اقول عبد الناصر كذاب، وده غير حقيقي. عبد الناصر قال الحقيقة، قال الحقيقة بوجهة نظر تانية خالص، انه لا، بمعنى انه لم يكن مؤمنا بفكر الاخوان، او انه لا يحمل فكر الاخوان. ده المعنى اللي هو لا لحظة معايا. طب تفضل. لحظة. لكن انضم للإخوان، انضم لجماعة الإخوان، أقسم اليمين أقسم اليمين. طب نشوف المشهد اللي الأستاذ وحيد ذكر فيه على لسان أبطاله من مجلس قيادة الثورة وقتها أو الضباط الأحرار وقتهم أنهم جميعهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان. إحنا هنا علشان نعمل انقلاب. أنا مش شايف أي حد معترض أو مخالف للفكرة. لو الانقلاب نجح يبقى قدمنا أكبر خدمة للبلد، ولو فشل صحيح هيبقى في قطع رقاب لكن زي بعضه، يبقى اسمنا ضحينا بنفسنا عشان البلد. يعني ما حد سألني عن الخلاف اللي بيني وبين الأخ عبد المنعم، علشان نفس الخلاف ممكن يحصل بيني وبينكم، وبالتالي يبقى مفيش اتفاق. إيه هو الخلاف يا جمال؟ انه اخوان مسلمين. طب ما كلنا كده اخوان مسلمين، وانا وانت حالفين على المصحف والمسدس في يوم واحد يا جمال، وكمال اخوان، وحسن اخوان، وعبد اللطيف اخوان، كلنا في تنظيم الضباط بتاع الاخوان. انا عايز التنظيم بتاع الضباط اللي احنا بصدد تشكيله وتجنيد عناصره ما يكونش له اي انتماء سياسي او ديني او طائفي، عاوزينه تنظيم قومي صرف. وعبد المنعم عاوز التنظيم في حضن الجماعة، يعني بالعربي يبقى ابن جماعة الإخوان اللي ماسك في هدومه. انت خايف من الإخوان يا جمال؟ الإخوان بيشتغلوا للإخوان طول عمرهم، وأنا مستحيل أخاطر بنفسي وبيكم إلا علشان البلد. الانقلاب هيكون قومي، اللي عاوز يكون من المشاركين فيه لازم يخلع نفسه من أي انتماء تاني. أنا شخصيا موافق. والقسم بتاعك؟ كلنا عندنا قسم تاني، القسم اللي أقسمناه وإحنا بنتخرج من الكلية الحربية. وعبد المنعم كان رأيه إيه بالظبط؟ عبد المنعم مش ممكن يسيب الجماعة. يعني حضرتك بتؤكد أن عبد الناصر أقسم قسم الإخوان؟ دخل الإخوان وخرج من الراجل الإخوان. نفى. الله، يعني نتكلم بقى يا أستاذ، الراجل نفى. معلش على عيني وعلى راسي. الله، إحنا مش هنغير في التاريخ عشان مجرد عبد الناصر نفى. قلت لك نفى من وجهة نظره، لا يحمل فكر الإخوان، يمكن ده كان قصده. هو نفى انضمامه للإخوان. لا، انضم للإخوان. وسألوا حضرتك مش عايز تذكر، مش عايز تذكر، مفيش مرجع واحد. إيه المراجع اللي قالت؟ بص حضرتك، للإخوان؟ بص، إيه المرجع اللي قال إنه انضم؟ يكفي شهادة خالد محي الدين، وشهادة جمال حماد، وشهادة عبد اللطيف البغدادي. أنا أصدق يعني، وليه أصدق خالد محي الدين وما أصدقش جمال عبد الناصر؟ جمال خالد محي الدين قالها في وقتها وفي زمانها. وانا طيب، انا هقول لك على حاجه. اتفضل.
ده مش شاهد ضد شاهد. لو حطيتي لي خالد محي الدين قدام جمال عبد الناصر وشهادته موثقه بالصوت والصوره ومحدش اعترض عليها ايامها من مدعي الناصريه وقال له ومتذاعه في التلفزيون محدش اعترض عليها، ولا اعترضوا على جمال حماد اللي قالها في التلفزيون المصري، ولا اعترضوا على عبد اللطيف البغدادي، ولا ما الله. هنقول بقى انا سالت السيده جيهان السادات وقلت وسالتها شخصيا، اتصلت بيها قلت لها هل اقسم الرئيس السادات والرئيس عبد الناصر قسم القسم الاخوان؟ قالت لي لا، كانوا احيانا هم انضم يعني كانوا متعاطفين مع كل الجماعات، كانوا انت عارفه ان هم كانوا يعني بيتعرفوا على كل التيارات السياسيه، لكنهم لم يقسموا قسم الاخوان. مع احترامي الشديد للسيده جيهان السادات، الفترة اللي عبد الناصر أقسم فيها هذا القسم اللي هو وانضمامه للإخوان ما كانش أنور السادات موجود. أيوه بس ما هو بنفس المنهج يا أستاذ. بصي حضرتك أنتوا ليه لا أنا هنا طيب. أنا هنا بنقل لك وجهات النظر الأخرى. نيجي نعمل لإعمال العقل بقى. لإعمال العقل. إعمال العقل إني رئيس الوزراء في ذاك الوقت ابراهيم عبد الهادي بناء على تقارير المباحث قالوا له ان فيه ضباط اخوان وعلى راسهم جمال عبد الناصر، فاستدعاه في مكتبه في حضور رئيس الاركان، وده مشهد موجود لازم يتشاف، وقال له هل انت اخوان؟ انكر جمال عبد الناصر تماما، فطلع له الادله وقال له انت مش تعرف فلان اللي هو الرائد محمود لبيب؟ قال له اه. مين محمود لبيب؟ محمود لبيب كان عينه حسن البنا ان هو يدرب فتيان الاخوان المسلمين على استعمال السلاح، وجمال عبد الناصر محمود لبيب جابه باعتباره مسؤول عن الجيش وقال له اشترك معنا في التدريب. لما سألوا رئيس الوزراء والواقعة مثبتة في سجلات مجلس الوزراء، لما سألوا قال له تعرف محمود لبيب؟ أعرفه. هيعرف محمود لبيب إزاي وهو خارج، محمود لبيب ده خارج الجيش، إلا من خلال الإخوان. هجيب لك شهادة أخرى، شهادة المستشار الدمرداش العقالي اللي قال فعلا، وده كان في الإخوان، اللي قال فعلا إن جمال عبد الناصر لدرجة إن حسن البنا كان عاوز يعينه مرشد فيه. ده كتاب للأستاذ سليمان الحكيم مع احترامنا ليه، في شكوك في نقل هذه الشهادة. أنا هقول معاك في شكوك، يعني أنا أصدق كل دول؟ أنا أصدقش كلام عبد الناصر لا نفسه. أنا بس بص حضرتك، أنا بقول لك تفسيري للي حصل. يعني إيه الأستاذ عبد الحكيم عبد الناصر عمل مداخلة، سمعته عمل مداخله بس بهذا المنطق استاذ عبد الحكيم عبد الناصر والنجل الاصغر ليه جمال عبد الناصر ما كانش شاهد على هذه الواقعه، ولا نقدر نسال بقى ناس ثانيه. بص هقول لحضرتك، ولا اللي اثاروا هذه المشكله كانوا سامي شرف، بنتكلم على الاستاذ سامي شرف، بس هو سال. بس هقول لحضرتك ما فيش سال. الله، الاستاذ سامي شرف مع احترامي الشديد ليه ما كانش موجود،